الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، هل يجوز للجنب أن يقرأ الأذكار مثل أذكار الصباح والمساء؟ هل تجوز من الجنب التسبيح والتكبير والتهليل؟ هل يجوز للجنب أن يفعل هذه الأشياء؟ أقول وبالله التوفيق، في أشياء محرمة على الجنب اتفاقا، اتفاقا يعني ما فيهاش خلاف بين أهل العلم، ما فيهاش خلاف بين أهل العلم، اللي هي الصلاة. الصلاة اتفق أهل العلم على أن الصلاة تحرم على الجنب، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. يبقى الصلاة محرمة على الجنب اتفاق. وفي أشياء العلماء مختلفين فيها، هي مباحة للجنب ولا محرمة؟ من أهل العلم من يحرم، ومن أهل العلم من يبيح. زي إيه؟ زي قراءة القرآن، في ناس تقول حرام من أهل العلم، وفي ناس تقول حلال. زي مس المصحف، في ناس تقول حرام، وفي ناس علماء يقولوا حلال. زي دخول المسك او المكس في المسجد، من اهل العلم من يحرم، اهل العلم من يبيح. يبقى الـ3 اشياء دول والطواف كذلك يعني فيها خلاف بين اهل العلم. يبقى الاشياء دي فيها خلاف، من اهل العلم من يحرم، ومن اهل العلم من يبيح. وفي اشياء العلماء متفقين عليها بلا خلاف انها مباحة للجنب، انها مباحة للجنب، اللي هي ايه؟ الاذكار. نقول مثلا يسبح، يكبر، يهلل، يقول اذكار الصباح، اذكار المساء. كل هذه الأشياء العلماء متفقين على أنها مباحة من الجنوب. يبقى الصلاة محرمة اتفاقا، الأذكار مباحة اتفاقا. شو تعرف بس يعني تفصل بينهم كده، بحطك العناوين. الصلاة محرمة اتفاقا، اتفاقا يعني اتفق العلماء أنها محرمة. أيضا الأذكار اتفاقا، أذكار الصباح، المساء، التهليل، التكبير، التسبيح، كل هذه الأشياء مباحة للجنب اتفاق. في 3 أشياء أو 4 أشياء العلماء مختلفين فيها، زي قراءة القرآن، مس المصحف، دخول المسجد، الطواف. من أهل العلم من يبيح، ومن أهل العلم من يحرم. يبقى هل يجوز للجنب أن يقرأ أن يقرأ الأذكار؟ أقول نعم بالله التوفيق، نعم يجوز للجنب أن يقرأ الأذكار، وهي ليست محرمة عليه، وهذا اتفاق من أهل العلم. الله أعلى وأعلم.